من كابتن عمر العربي المنضم حديثا الى النادي الاهلي في الجمباز الى كابتن كريم احمد ابو داوود، النهارده نجمنا الكبير المنضم حديثا الى النادي الاهلي في كره الميه او الووتر بولو. كابتن كريم منورنا النهارده وبشرفنا، والف مبروك على انتقالك الى النادي الاهلي. الله يخليك، الف شكر. عايزين نرجع شويه ورا مع بعضينا كده، لازم الناس 17 سنه وما شاء الله منتقل من نادي هيليوبوليس نادي كبير في الووتر بولو الى النادي الاهلي. قول لي تفصيل انتقالك ايه؟ هو في بعد انتهاء الموسم اللي فات في كذا مدرب تواصل مع والدي ان احنا يعني ان انا انضم للنادي الاهلي. بصراحه يعني كان كل موسم كان بيبقى فيه ممكن ان احنا نتكلم ان ممكن يحصل انتقال او لا. اتشجعت بصراحه السنه دي ان انا انضم للنادي الاهلي وحصلت. وحصل انتقالك الى النادي الاهلي وبابا اللي مضى في شهر 6 بالظبط. ما مضيتش ليه؟ لسه طبعا اكيد هو كريم ما مضاش عشان يعني 17 سنه، لكن قدامي القاب كبيره وكتيره جدا ليك، لكن كنت هداف بطوله افريقيا مثلا 2019 في ناشئين. اللقب ده بالنسبه لك ايه في حياتك؟ هو تقريبا من اكبر الالقاب، يعني هو ان ما يكونش اكبر لقب عشان هو اللي كان هو اللقب اللي انا اخدته وانا بمثل مصر يعني. ودي كانت بطوله صعبه جدا ان احنا نعرف نكسبها ضد في اخر ماتش ضد جنوب افريقيا وهم منافس صعب. كسبنا 5-4. 5-4 كان ماتش صعب ساعتها جدا جدا. التنافس بيننا وبين جنوب افريقيا، احنا كانت اول مره بالنسبه لنا ان احنا كنا تحت 16، احنا كنا كانت اول مره ان احنا ننافس دوليا مع اي حد. وكانت اول بطوله افريقيا، فان احنا نبقى نحتك بجنوب افريقيا كانت حاجه جديده وحاجه صعبه، ان احنا اول مره نشوف لعيبه مختلفه عن اللعيب المصري. عن اللعيب المصري عايزك تحكي لي، تقول لي دخولك النادي الاهلي اول يوم مشيت والباب كده دخلت على باب النادي الاهلي ودخلت النادي الاهلي، كان شعورك ايه؟ شعور مختلف. انا حاسس ان انا داخل منظومه كبيره قوي، يعني هي المنظومه اكبر من اي حد بصراحه. هي انا حسيت ان انا داخل يعني زي بيتي، كله بيرحب بيا، الجهاز بيرحب بيا، الناس اللي معايا الفريق مرحبين بيا. هو النادي له كيان واحساس، يعني احساس وانت داخل النادي مختلف. اهلاويتك هي اللي مشيتك لغايه باب النادي الاهلي، صح ولا غلط؟ اللعبه هي يعني النادي الاهلي كبير في اللعبه لدرجه ان هو ان انا اتشجع ان انا ابقى جزء من النادي الاهلي. بسبب انت اهلاوي كمان، كانت انتقالك سهل طبعا اكيد. لو رجعنا ورا لسبع سنين وبداياتك في كره الميه، ليه رحت لعبت كره ميه؟ انا كنت بلعب سباحه وكنت بلعب جودو. كويس. فكنت عايز حاجه تجمع بين ان انا اكون بقاتل وان انا اكون في الميه برضو. قتال عنيف في الووتر بولو. طبعا ده يعني انا بصراحه بيصعبوا عليا، كفايه الضرب من تحت الميه. طبعا. قول لي اتفضل. بس فلقيت فرحت جربت مره، لقيت ان انا حابب اللعبه ولقيت ان انا ماشي كويس فيها. سنه بعد سنه بعد سنه لقيت ان انا الحمد لله موهوب في اللعبه وماشي كويس فيها. موهوب وهداف وما شاء الله عليك حاجات جميله جدا، لكن انتقلت لكندا محترف وانت عندك 19 سنه، وانتقلت قعدت لعبت سنه في كندا وانا عندي 15 سنه. 15 سنه. عايزك تحكي لي انتقلت لكندا ازاي؟ كنت انتقلت انا وعيلتي لكندا. وبعدها رحت وعشت هناك لمده سنه. لعبت في الدوري الكندي، هو دوري برضو منافس، فيه منافسه، وطبعا اللعب هناك مختلف شويه. والاحساس انك بتلعب مع ممكن يكون واحد جاي من صربيا، واحد جاي من المجر، وجاي عايش في كندا، دول بيبقوا من اقوى اللعيبه اللي موجوده في كره الميه عامه. فانك تلعب معاهم او ضدهم دي حاجه كبيره، وانك تبقى معاك مدرب صربي، معاك مدرب مجري، تشوف برضو هما بيفكروا ازاي، بتكون حاجه مختلفه جدا. مع كل لغات العالم طلعت هداف الدوري الكندي. السبورت ازاي؟ ايه اللي حصل هناك؟ ازاي مع كل اللي انت خبرات انت شايفه 15 سنه وتطلع هداف الدوري الكندي؟ التمرين هناك طبعا له شكل مختلف. شكل برضو ان اللعب هناك برضو مع اللعيبه بتساعد برضو. يعني انك يبقى معاك زمايلك ناس عارفه ان هي تساعدك انك تعرف تحرز الاهداف دي. حاجه مهمه جدا مهمه جدا. اختلاف الثقافات كانت حاجه مهمه بالنسبه لك وفكر جديد في كندا بالزبط. وانت لسه 15 سنه
ليه ما فكرتش تكمل في الاحتراف؟ بصراحة أنا يعني العيشة عامة هناك بره أنا ما استريحتش فيها أنا ككريم. لكن فاضطريت إن أنا أرجع وبرضه أكمل هنا، عشان لقيت إن أنا ممكن لسه برضه أقدر أعمل حاجات هنا في الدوري المصري، ولقيت إن أنا لسه المنتخبات هي ده الوقت بتاعها. فلقيت إن وجودي في مصر في الوقت ده هو الأهم، عشان المنتخبات كلها بتبقى في الوقت من سن 15 18 لحد 20. لكن لا، بصراحة كرة المياه بالنسبة لي حاجة مهمة جدا، يعني لعبة عنيفة وقوية وأنا بحبها شخصيا على المستوى الشخصي. يعني ليه مصر ما بتقفش على منصات التتويج في البطولات الأفريقية، في تكسب بطولات أفريقية وتوصل بطولات عالم ويكون شكلنا مختلف؟ الشباب طموحهم مختلف غيرنا زمان، الموضوع مختلف. شايف مصر فين النهاردة؟ إحنا بنحاول ننافس، يعني إحنا بنحاول ننافس على إن إحنا نبقى حتى من أول 10. هي اللعبة عندنا صعبة، يعني صعب انك تطلع، مش زي اي لعبة انك تعرف تطلع من اول اربعة وعلى منصة التتويج والكلام ده. لكن هي الفكرة في ان احنا عندنا محتاجين يعني ايوه انا عايز كلمة محتاجين دي بصراحة كريم. يعني انا شايف ان الشباب او جيلكو جيل مختلف بيكون عايز شوية حاجات نقط ويوصل. عايز اعرف ايه محتاجين ايه؟ احنا محتاجين ان احنا نبقى محطوطين ان احنا في يعني ان احنا محطوطين على تراك، محطوطين على طريق، ان احنا نعرف ان احنا كل شويه محتاجين نعمل ايه عشان نعرف نوصل. يعني نبقى محطوطين على طريق ان احنا الطريق ده اللي هيوصلنا ان احنا نبقى في نبقى اول افريقيا على طول. هي بلان بس انا عايز هي الصوره طلعت على الشاشه، قول لنا حكايه الصوره دي. ده الفريق الكندي اللي انا كنت بلعب فيه. احنا كنا خدنا فضيه البطوله الكنديه كلها، وده الفريق ودول المدربين واللعيبه اللي كانت معايا هناك. تمام، هنرجع من الصوره ونتكلم برضو على منتخبات مصر. عايز بلان تكون واضحه لتتحط للعيبه ونقدر نوصل بيها. هي الفكره ان احنا كلعيبه احنا ما بنبقاش احنا كلاعبه احنا ما بيبقاش على طول الاتحاد حتى الدولي حاطط لنا على طول انك في السنه كذا انت هيبقى في بطوله لسن كذا. هي ممكن يبقى يعني انت تبقى تعرف اول السنه، فانك تحضر في فتره قصيره عشان تعرف تنافس في بطوله عالم ده صعب. هختلف معاك وهتكلم كلمه، لازم اقول لكم حاجه مهمه جدا من كلام كابتن كريم قدامي. البلان لو موجوده انا بقول النهارده وهصمم على ده، احنا عندنا خامات لاعبين متميزين جدا في كل الالعاب. لو في بلان محطوطه من اتحاد السباحه او اي اتحاد في مصر اكيد هنوصل. امكانيات تتوافر، اللعيبه متوافره، الاتحاد يعمل بلان هنوصل اللي احنا عايزينه، هنوصل للعالميه. وصلت في العالميه ان انت كسبت مع بطوله افريقيا وميداليه ذهبيه في 2019. وصلنا ازاي لبطوله افريقيا؟ احنا كانت اللعيبه جاهزه. اللعيبه كنا الحلو ان البطوله جت على طول بعد ما الدوري خلص. فكانت اللعيبه كلها في التوب فور، منهم كلهم في احسن مستوى ليهم، ان كلهم مركزين، كلهم في مود اللعب. بس فكانت مش سهل انك على طول تجمع منتخب وان المنتخب كله يعرف يطلع مستواه ويطلع احسن ما عنده. كابتن وائل عزت فوض معاك في القصة عشان تنتقل إلى النادي الأهلي من نادي يوبس النادي طبعا الأهلي. طبعا قعد مع والدي وكابتن وليد، قعد مع والدي وكله. كابتن وائل وكابتن وليد الاثنين. طب خلينا ناخد كابتن وائل عزت على الهواء، رئيس جهاز ألعاب الماء بين النادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن وائل صديقي العزيز. كابتن خالد حبيبي يا أخويا، متربي معايا يعني. طبعا يعني أنا طبعا عاوز أحميه كده وتنور الشاشة كده. حبيبي يا وائل، ربنا يكرمك يا كابتن وائل. ربنا يكرمك كابتن وائل. نجاحات كتيره جدا لكن صفقات اهم وكثيرا جدا للنادي الاهلي. كريم ابو داوود صفقه قويه جدا داخل جدران النادي الاهلي. تعبت في الصفقه دي ازاي؟ قول لنا. لا كريم ده لعيب يعني سوبر ستار بتاع مصر. مش عايز اقول يعني هو طبعا كان لعيب في نادي هليوبس واحنا تشرفنا بيه، ولما جه النادي الاهلي لعيب من احسن لعيبه في الناشئين على مستوى مصر، واحنا النماذج دي يا كابتن خالد بنفتخر بيها بوجودها في النادي الاهلي، واحنا كنا حريصين جدا ان نبقوا موجودين في النادي الاهلي. جدا جدا جدا. عندنا صفقات غير كابتن كريم ابو داوود؟ عندنا طبعا قول لي صفقاتك ايه؟ عندنا صفقه توني، وعندنا لعيب جامد قوي جدا جدا فادي هليوبس برضه خدناه من النادي، وخدناه النادي الاهلي وهو برضه
من النماذج المشرفه اللي احنا برضو سعداء بوجودها معانا. مين؟ على فكره الاثنين توني وابو داوود مواليد 2004. يعني كويس. احنا واخدين صفقه تنفع الناشئين وتنفع العمومي، يعني يبقوا موجودين معانا في الناشئين وفي عمومي عشان يكملوا معانا فتره طويله ما شاء الله. ان شاء الله بمشيئه الله. وخدنا طبعا اثنين لعيبه من الزمالك. كويس. مروان ومحمد فوزي، برضو مروان لاعب 4 كاس عالم، فوزي لاعب كاس عالم. ما شاء الله. توني وابو داوود لعبوا كاس العالم اللي جاي بتاع مرحلتهم واللي فيهم ان شاء الله، لان هم لعيبه مبشره واقوياء. ابو داوود الكريم، ابو داوود يعني فيجرز في الووتر بولو في مصر، وانا بقول لك احنا عدما وسلوكا ولعبا الاثنين الاربعه اللي قلنا صراحه حاجه مشرفه النادي الاهلي وقيمه واضافه، وان شاء الله هتلاقي نتائج كويسه قوي الفتره اللي جايه. خلصت كل الكلام في كريم ابو داوود والصفقات، بس عندنا 4 ألعاب تانيين، اخبارنا ايه في نجاحات في كل العاب الماء عندنا او كل العاب الماء؟ حبيبي طبعا انت تشرفت وقابلت لامي مختار طبعا المشرف الفني على الفرق، وعامله نتيجه كويسه، عامله اعداد كويس قوي للفرق، واحنا يعني زي ما بقول كده تيم ورك هايل. لامي شخصيه قويه وجميله وفنيه من احسن الناس اللي في مصر وفي افريقيا كلها. عندنا السباحه الحمد لله لعبنا 4 6 مرات دلوقتي كسبناهم في الناشئين في بطوله القاهره. عندنا الطويله بنستعد عشان عندنا بطوله الطويله بتاعت القاهره ان شاء الله. تمام. عندنا الغطس ان شاء الله، عندنا بطوله الجمهوريه بتاعت الغطس ان شاء الله في شهر 11. الووتر بول هيبدا برضه في شهر 11، وان شاء الله يعني نجاحات تتوالى مع مش وائل عزت، المجموعه اللي مع وائل عزت انا بفتخر بوجودها معايا، لان الناس كلها بتشتغل تعمل شغل وبتخلص في النادي الاهلي بتطلع النتيجه الجميله دي. كابتن وائل عزت دايما بنفتخر بيك بصراحه شديده، وانت رئيس جهاز العاب الماء، وانت لاعب وانت كابتن وانت رئيس جهاز العاب الماء، لكن دائما وابدا بنلاقي شويه ايه دروب كده اولياء الامور دايما في السباحه بيكون في كلام كتير. يعني دايما انت عارف بصراحه شديده يعني ده ترند عندنا احنا لازم نبقى متعودين عليه. يعني بص حضرتك اقول لحضرتك انا اول سنه لما دخلت غير دلوقتي بعد فتره خلاص تمرست على الموضوع. لا ما بيرضوش سواء عملت شمال او يمين مش هيرضى. كلمه ليهم، عايزك تقول لهم كلمه كده. والله احنا بنقول لاولياء الامور احنا ولادكم دول في عينينا، واحنا عايزين نوصل لكم ان احنا نادي ابطال ونحافظ على الابطال، ودايما ابدا احنا مطلوبين بنتائج، فما فيش حد بيجي على اولادكم. بالعكس انا كل ما ابنك يبقى كويس وبيعمل نتيجه كويسه احنا دورنا ان احنا نكبره ونوصله، وان شاء الله يسافر بطوله عالم ويسافر اولمبياد ويكسب. احنا ابطال. اقول لحضرتك على حاجه، الاولمبياد اللي فاتت احنا لازم طبعا تعرف كل الاولمبياد لازم 2-3 لعيبه سواء السباحه الغطس برضه طلع من عندنا مع عبد السلام. احنا يعني زي ما مفرخه للمنتخب دي حقيقه، فاحنا بنحافظ على الاولاد وايدنا في ظهرهم. الصراحه برضو بشكر مجلس الاداره والنشاط الرياضي، الناس مش لا تقول جهد ان احنا لما بنطلب حاجه تساعدنا. سبونسر بيجيبوا بالذات بتوع السباحه، انت عارف حضرتك اللي بيسافروا امريكا، بطولات لو عايزين يطلعوا بيساعدونا. الناس مجلس الاداره والنشاط الرياضي عارفين ان احنا بنرعي الابطال، فالناس في ظهرنا والحمد لله بنعمل نتائج يعني نقول مشرفه للنادي الاهلي. الحمد لله يا كابتن وائل، نورتني وشرفتني ودايما بكون سعيد بيك، والف مبروك على الصفقات، وان شاء الله نبارك لك على سيزون باذن الله في نجاحات اكتر في المرحله اللي جايه. واحنا بنتشرف بيك يا كابتن خالد وسعداء، وعلى طول احنا انت اضافه للنادي لقناه النادي الاهلي، واضافه للنادي الاهلي انت كنت بطل في مصر وبطل الهاندبول. يعني حبيبي يا كابتن وائل ربنا يكرمك. كابتن وائل كلامك كلام كويس قوي. بتدرس ايه؟ داتا ساينس. هو ميجر جديد، هو زي يعني هو علم الاحصائيات. يعني علم الاحصائيات مع الووتر بولو مع السباحه مع تدريباتك ما يركبوش على بعض. بصراحه صح. ازاي راكبين على بعض؟ بحاول اوفق وقتي بينهم هما الاثنين، يعني ان بين الصبح ان انا اكون في الجامعه واحاول اخلص كل اللي انا محتاجه في الجامعه، وبعدها من ان انا اخلص في الجامعه على طول واقوم رايح على التمرين وبخلص متاخر بالليل واقوم راجع تاني. واصحابك مش بيقول لك سيب التدريب واخلع؟ يعني اكيد ده بيحصل كتير يعني. طبعا بيقولوا لك اكيد. بتعمل ايه؟ لا انا اصحابك عندي هدف، يعني هقابلهم يعني هيجي الوقت، يعني كل حاجه ليها وقتها، ان انا وقت المذاكره ليه مذاكره، وقت التمرين تمرين، وقت اصحابي هقابلهم في الوقت الفاضي. ما هو في الوقت يعني كده كده في وقت فاضي، بيبقى عندك وقت فاضي. دور الاسره دور مهم جدا طبعا، ولازم نديله حقهم، بالذات اعتقد الوالده طبعا هي اللي بتتعب اكتر، ولا بابا اللي انت شايفه؟ هما الاثنين بصراحه بيتعبوا قوي. يعني الاثنين على طول واقفين في ظهري، هما بسبب يعني
هم سبب نجاحي الحقيقي، ان هم على طول معايا ايا كان كنت فين، وايا كان على طول حاضرين ماتشاتي، على طول موجودين، على طول. يفرق معاك وجودهم داخل الماتش؟ بيفرق طبعا. طبعا بتحس بامان، بامان، واحساس حلو ان هم، ان ده والدك ووالدتك، وانك لما تعمل حاجه حلوه جوه الماتش ان هم فرحانين بيك، وان لما تطلع تاخد منهم فيدباك عن انت عملت ايه وكان ايه اللي حصل. طموحنا ايه مع النادي الاهلي الفتره الجايه؟ ان شاء الله يعني طبعا كل بطولات الناشئين تكون معانا في النادي الاهلي، وباذن الله الدوري عشان في مرحله عمومي، عشان ده اهم حاجه بصراحه، عشان هو بقاله 18 سنه وده غايب عن النادي الاهلي، واحنا هدفنا كلنا السنه دي ان هو الدوري والكاس ان شاء الله في عمومي يكون في النادي الاهلي. طموحك ايه مع منتخب مصر؟ نفسي ان احنا يعني ان شاء الله في بطوله عالم جايه لسني مواليد 2004. كويس. نفسي ان احنا ان شاء الله حتى نكون من اول 7 حتى، يعني ان احنا نعرف اول 2 بقى. الطموح شباب، انا فارق معاك الكلام. الطموح لو طموح بجد يبقى نفسي نبقى على المنصه، ان هتقف على المنصه، نقف على المنصه. الطموح موجود. هواياتك بره كره القدم؟ سوري، بره الوتر بولو. ما يعني ما عنديش هوايه كتير. ممكن انا شخصيا بحب الهاندبول مثلا، ممكن اقعد اتفرج على هاندبول. انا اخويا شخصيا بيلعب هاندبول، انا ممكن اروح اقعد اتفرج عليه من باب ان انا فاضي. انا سعيد جدا انت تقول لي بتفرج على الهاندبول، اسعد واحد في الحياه، عشان الناس تبقى عارفه ان الهاندبول وضعها مختلف عن ناس كتيره بعد الانجازات الكبيره اللي حققوها. الهاندبول حقق انجاز رابع اولمبيات، الووتر بولو عايزين يكون في اول الاولمبيات، رايك؟ رايي ان احنا لازم نبدا بـ 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 بخطه من دلوقتي، عشان نعرف ان احنا في 2024 نكون جاهزين يا رب بفرقه كامله ان هي تعرف تنافس في الاولمبياد. الطموح مهم والحياه مهمه، ولو اي بني ادم ما عندوش طموح عمره ما هيوصل اللي هو عايزه. وشايف كلام كريم قدامي وقبليه كابتن عمرو عربي بيتكلموا عن الطموح والاهداف. نتمنى الاتحادات المصريه كلها تظبط البلان بتاعها مع الطموح الشباب المتواجد. كابتن كريم ابو داوود نورتني وشرفتني النهارده. خليكم متابعينا وخليكم معانا لسه فقره قويه جدا مع كابتن محمد شومان وكابتن محمد ريبيلي في التنس طاوله. هنخرج لفاصل عشان نستقبلهم.